السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنعرفكم إن شاء الله كيفاش نميزو بين اللحم اللي من البقر البلدي واللحم اللي مهجن وراثيا. إذا هنا واحد الجزار هو اللي وراني الطريقة باش نميزو بيناتهم. قبل ذلك كنتمنى تشاركوا في هذه القناة لتشجيعي وتضغطوا على لايك وتعليقات شنو بغيتوا نقدم لكم وتشاركوها مع المعارف ديالكم. نصنطوا الان الحوار اللي دار بيني وبين الجزار ومن بعد نديروا تلخيص لما قاله باش نعرفوا مزيان نتقداو اللحم. هذا تكل غوج وهذا بلون. وانا مازال هذا شي اخف ضررين، هذا العالث شويه، كاين شي واحد بلون بيض كيكون فيه الهرمونات بزاف. وي اذا الواحد يشري هذا البلدي مال شري البلدي هو احمر مزيان فيه جليد فيه شحيمه. هذا ما فيهش الشحمه. دابا هنا كيبان لك الفرق بيناتهم، كتكون الشحمه العظم شويه كبير. وراتي ربيت على نعم عليك بالمعرفه. بغيتي تعرفي واللي ما باغاش ما مساليش ما عندوش لو طون باش ما كاينش الشحمه بزاف فيه هنا في الفرن. ما فيهش والو، عنده الجينات ديالو كيحولوا لاكاس كيحولها لافيون. دابا هادو واش عاطينو هرمونات ولا هو مهجن؟ هو مهجن مهجن وراثيا. اون بليس يقدر يعطيه لي كاسبول لي هرمون. وعاد كاين اللي كيلونو بالحمر عاوتاني. نو نو لا، راه داكشي كاين كيتعطى الغله بحال الدلاع بحال. ولكن سمعت هذيك لا، هذيك الماده هذيك الماده راه بلون كدار باش كتحفظ لينا داك الكولور ديال اي حاجه درتيه فيها. راه ما يمكنش على اللحم كيدار الحوت كدير اي ما لون بغيتي تحفظيه كديري لي هذيك البرودو، ولكن راه لي برودو شيميك راه ماشي صحي. اذا هنا يمكننا نميزو بين اللحم البلدي والرومي من حيث اللون. كتلاحظوا اللي على اليمين هو البلدي واللي على اليسار هو الرومي، كيكون لونه باهت. ايضا البلدي كيبان لكم فيه يعني اللحم مع الشحمه، بينما الرومي الشحمه قليله بزاف لان كله متحول للحم. وإلا جينا نشوفوا العظم مقارنة مع الكتلة ديال اللحم، فبالتالي الرومي أو المهجن وراثيا كتكون كمية العظم صغيرة بزاف مقارنة مع اللحم، وبينما الرومي كتكون عادية. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، وإلى فيديو آخر بإذن الله.